ايوه فاكرين اغنيه بابا فين؟ الو الو بابا فين؟ بابا هنا هنا اهو. قول له مين؟ طب عارفين الاغنيه الجديده؟ يلا بينا نشوف الحوار ده. اسمك ايه؟ هاي هاي. عندك كم سنه؟ عندي 22 24 25. انت من اسكندريه؟ دو يو نو اغنيه بابا فين؟ بابا فين سونج؟ نو. انت حضرت اغنيه بابا فين؟ لا ما اعرف. ازاي يا عم؟ وايه اللي فيه؟ بابا جه بابا هي بابا ده عندكم في البيت ده لما بابا بيرن الجرس. دونت يو ار دونت ايجيبشن؟ نو. وير ار يو فروم؟ ذا نيدرلاندز. مش عارف مين. هولندي. هولندا. اوكي اجدع ناس طبعا. يا نهار ابيض. اغنيه بابا فين؟ بابا فين؟ بابا ايه مش عارفه. بابا هو بابا جه حاجه كده. هو راح وجاي وبيعمل حاجات كده يعني. بابا فين؟ بابا جه. لا جه راح فين؟ مش عارف بسالك. ما سمعتيش اي حاجه؟ دونت يو ليسن تو اني سينج سونج ايجيبشن؟ اي مين ايجيبشن سونج. انا مش عارف انا بقول ايه. انت فهمان يا اما؟ يو اندرستاند مي؟ يس يس. يا ما انت كريم يا رب. حاجه حبيب بابا صح ولا حبيب بابا ده كان محمد هنيدي. عندكم في اسكندريه كنتوا تسمعوا اغنيه بابا فين؟ اهوت ايه؟ هو شطن بالاسكندراني؟ بابا فين اللي قول لي كده. طب بابا بتتقالوا ممكن مين؟ اقول له عمو. عمو مين؟ بالظبط. حفظها؟ كانت اعلانات ميمز كده يعني. ميمز بتشوفها ميمز بس؟ لا اعلانات اللي هي القديمه دي. ما كانش عندكم تلفزيون ولا ايه؟ اغنيه بابا فين؟ بابا هنا هنا اهو. قول له مين؟ قول له عمو. عمو مين؟ قول له مين؟ قول له فين يا عمو؟ انت ليه بتسال كتير؟ بابا فين؟ بابا هنا هنا اهو. قول له مين؟ قول له عمو. والى اخره. ماشي. لو عرفت مين اللي في الكليب هتكسب 200 جنيه. طب انت تعرف مين من المطربين او المشهورين دلوقتي كان في الكليب ده؟ مستحيل. انا ممكن اجس. ابو نضاره كان اسمه عمر تقريبا. لا ما اعرفش غير الراجل النضاره. عارف هو فين دلوقتي؟ لا ما اعرفش هو فين. اللي غنى الاغنيه ساكن هنا؟ ساكن في الشارع هنا. بيقول لك بابا فين؟ بابا هنا هنا. ساكن هنا في الشارع هنا. ماشي. كان مين تاني؟ انا عمر. ايه رايك يا عم احنا هنسمعها لك؟ هات الصبايه يا بنت. اتفضلي كده معلش. سمع الاجانب بابا فين. انا سائل عليك يا مطربه ممثله هتشتغل دلوقتي اعلان على اليوتيوب. جود فايب. ثانكس. هنا اهو. قول له مين؟ وير يور باب. هترجمها لك. عمو مين؟ بابا هنا هنا اهو. قول له مين؟ I have no idea but it's good. بتقول على الطلبه فاهم معاك بس شغال. عمو مين؟ معلش يا هندسه لو عامل لكم ازعاج في السوبر ماركت ولا حاجه. مين شاور لي على المشهور؟ لا اجتهد. فين المطربه بتظهر امتى؟ فين المطربه؟ هي دي اللي على الشمال دي؟ لا مش عارف. مش عارفين يا جماعه. ممثله ولا مغنيه؟ ممثله. هي دي بتاعت الدادو دي؟ يعني بتاعت دي جبرت دلوقتي خالص. لا تعرفيهاش؟ صوتها غريب كده. صوتها غريب. شعر اصفر. عرفتها. مين؟ عارفه عبد الرسول؟ مقشره مقشره مقوره مبخره مسكره. مش منى زكي. اسمها ايه الثانيه؟ الناس بتتلخبط ما بينها. حنان ترك. احنا بنتلخبط ما بين منى زكي وحنان ترك. بس هو ولا دي ولا دي. سهل الموضوع. هي دي. انت قلت ايه؟ انا ازاي؟ لا اكيد لا. ليه بقى مش انا ازاي؟ هي احلى بكتير. هي عاملين عليها دايره دي. اهي انا ازاي. انا الزاهر. ازاي يعني؟ مش انا ازاي. انا الزاهد. زاهد. هي بجد؟ ايوه. هي شكلها بقى. انا ما كنتش اعرف. دي معلومه جديده. مش شباب خالص. زامو دي في الفيديو كليب. مش شباب. دي هنا زايد. ايه ده؟ ده انت ما شاء الله عليك قناصه. عيب عليك لماح. وديني. عارفه مين اللي في الكليب؟ لو عرفتي مين اللي في الكليب. ايه ده يا ست؟ اصبري اسال السؤال. انت عرفتي منين؟ ايه ده انت مهكره؟ هو في ايه؟ انت عرفت الحاجات دي منين؟ وانا صغيره بقى كنت بحب اتفرج على المشاهير وهم صغيرين واول لما كبروا وعيالهم. مبروك كسبت معانا ال 200 جنيه. ولع الدنيا يا بيبسي. انت بتعمل ايه؟ هتفضحنا. بتعمل ايه؟ على اليوتيوب بس. حبيبي يا فنان والله. لا ان كان كده صور بقى براحتك. سمون هاز نيم از مشعل تامر خد الحقوق الاغنيه من فري ميوزك باين وعملها بقى اغنيه جديده بريميكس جديد. ممكن نتفرج على الكليب سوا؟ تقول لنا رايك. وماله بما انك ناقد سينمائي كبير. ايه ده؟ هو انت اللي بتجري ولا ايه؟ لا مش انا. يا راجل مش قريبي. يا راجل بتشتغل. سمعت الاغنيه دي على فكره. سمعتها عشان هو من اسكندريه وكده. دي الحته المفضله لقلبي بقى. ده مين ده؟ ده مشعل تامر مطرب صاعد مكسر الدنيا. الاغنيه دي طلعت ترند في العالم كله واحنا قلنا بقى نجيبه في مصر. ده تحفه. ده بجد. انا كنت من هناك. بتهزري؟ كنت ساكنه فين؟ في حي سلامه. اجدع ناس. ايه رايك فيه؟ حلو قوي. ايه رايك في صوته؟ لا جامد. صوته شغال. قريب لافيتشي قوي. احفظ بقى الحته الجايه عشان نعملها تيك توك. صوته حلو. طب ينفع تعمل عليها تيك توك؟ يا باشا عيب عليك. شغال. وديني اعلى حاجه في الاسكندرانيه بيودي. طب يلا بقى بعيدا عن السوبر ماركت. وديني السوبر ماركت بقى حفله. فهنمشي عشان قبل ما يطردونا.
ايه ده ايه ده في ايه استنى استغفر الله العظيم رب الفلتر ده يا عم ايه ده الموناليزا دي طلعت استنى ايه ده ايه ده استنى ده فلتر ده فلتر ده احنا اغبياء قوي على التيك توك تعرفش بنت تيجي تتعامل وبس كده ادخلوا اسمعوا اغنيه مشعل تامر بابا فين واعملوا عليها تيك توك ومنشنوا لهنا الزاهد هب هب